أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ مع أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: القسم الإغاثي واصل دعمه للنازحين من أهالي محافظة نينوى بالتعاون مع منظمة أم القرى. من صحيفة المدى: 40% من ناخبي نينوى سيقترعون عبر التصويت المشروط. ومن موقع كتابات: محللون أمريكيون، روسيا وإيران انتصرتا برغم الضربة. من موقع الجزيرة نت: المعارضة تدعو لاستمرار الضربات لتقويض الأسد عسكريا. ومن موقع العربي الجديد: الاحتلال يغلق المجال الجوي في الجولان ومخاوف من نهاية التنسيق مع روسيا. من صحيفة القدس العربي: مسؤول أمريكي: السارين والكلور استخدما في الهجوم الكيميائي في سوريا. وأخيرا من صحيفة الحياة: استشهاد 4 في قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أهلا بكم. يتحدثون عن انطلاق الدعاية الانتخابية دون الحديث عن البرامج الانتخابية، يروجون لأنفسهم وفق قاعدة صوت لنا أولا ونعيدك بالعمل لتحقيق ما ترغب به ثانيا، وينهبون على ألا يبيع أو ينبهون على ألا يبيع الناخب صوته وأن يثق بالتغيير دون أن يشرح له كيف وماذا. يبشرون بالإصلاح، إذن ما وضع الناخب أو إذا ما وضع الناخب ثقته فيهم دون أن يتجشموا عناء تقديم فكرة واحدة للتدليل على ذلك أو يعطونه مبررا لوضع الثقة فيهم والاطمئنان عليهم. هذا على الضد مما يحدث في أي بلد ديمقراطي في العالم، حيث يتقدم المرشحون ببرامجهم أولا ثم تأتي دعاياتهم الانتخابية لكسب الناخبين وتشجيعهم على متابعتهم. لم يحدث أن اختلطت الدعاية الانتخابية مع البرامج الانتخابية بهذه الشدة كما يحدث في العراق اليوم، وبإصرار بحسب الكاتبة لاهاي عبد الحسين في مقال لها بصحيفة المدى. بينما يقوم ما يقرب من 7000 مرشح يتنافسون للحصول على أحد المقاعد 329 بالترويج لأنفسهم للوصول إلى العتبة الانتخابية التي تضمن لهم الفوز، لا أحد يتكلم البتة عن أي فكرة تفصيلية محددة ضمن ما يمكن أن يسمى برنامج انتخابي مسؤول. يتساوى في هذا الجميع بمختلف التوجهات والأيديولوجيات، فالكل يتحدث عن الوصول إلى قبة مجلس النواب أولاً وقبل كل شيء، والكل يحث الناخبين على التصويت لصالحه دون التصريح بما ينطوي عليه البرنامج الانتخابي، لسبب واضح هو أن المرشحين لا يرون الفرق بين الدعاية الانتخابية والبرنامج الانتخابي. ابتداء خذ على سبيل المثال شعار أحد المرشحين عن حركة إرادة: لأنكم معي سننجح. وآخر من تمدن يقول: نحن بحاجة لكم لكي نمرر ما يخدمكم، انتخبوني من أجلكم وليس من أجلي أنا. وهناك صفحات تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لصورة المرشح وعنوانه الوظيفي وسيرته الذاتية بمعية رئيس القائمة أو بدونها، وتكتفي بكلمة تواصل معنا وهكذا دواليك. تضيف الكاتبة: لن تكسب الدعاية الانتخابية التي تستقوي بالأحقاد وحروب الكراهية جمهوراً راسخاً ومستقراً، بل تكسب بالكاد جمهوراً طارئاً سرعان ما يدرك خطأ ما استسلم إليه ليعبر عن نقمته وتذمره، وبذلك ينقلب ولاؤه إلى عداء وازدراء مستحكم. ولا يعفي الناخب أمر ألا يعرف، فالوسائل لاكتساب المعرفة اللازمة متاحة، ولعل أبسطها وأيسرها السؤال بدل الاستسلام لليأس واللادراية.
سيوضع الناخب العراقي أمام اختبار يحتم عليه القدرة على التمييز من خلال ركن الدعايات المستهينة بذكائه جانباً، والبحث عما يسهم بتسهيل حياته، وهذا ما يهتم به البرنامج الانتخابي كما ترى الكاتبة. الجميع يرفع راية التغيير، لا فرق بين الإسلاميين والعلمانيين والعشائريين والقوميين، كل ذلك يسيل لعابهم لمائدة البرلمان الدسمة، يحاولون دغدغة مشاعر الناس المنكوبة بواقعها والمتطلعة لحلمها بالتغيير. فما حدث ويحدث لا يطاق، والثقة بالسياسيين معدومة، والناس في حيرة من أمرهم، لا تعرف لهذا المأزق مخرجا. فقد حاكت أمريكا خيوط اللعبة بطريقة لا تفضي إلى تغيير من شأنه إعادة العراق إلى مكانته التي يستحقها، فالهدف أن يظل هذا البلاد عليلا منشغلا بهموم تفوق طاقته، وسوقا مفتوحا أبوابها للبائر من بضائع الجوار، ومنظومة قيمية مرتبكة تنتج مجتمعا متصارعا مع نفسه، ومزاجا متشنجا يتعذر ترطيبه في غياب عوامل الاسترخاء وتراجع الفنون وخراب البيئة. هكذا ورد في مقال للكاتب جليل وادي في صحيفة الزمان العراقية. التغيير الجوهري الذي يجعل البلاد وزنا ويكون لها دور، وأن تستند التنمية لفهم عميق للحاضر واستشراف للمستقبل ومراجعة ودقيقة وحاسمة لما مضى ومبدئية راسخة في التعامل معه، فمن بمقدوره تحقيق ذلك؟ إن التغيير المنشود بحاجة إلى طبقة سياسية تمتلك تاريخا سياسيا مشهودا له، لكن ما نتمناه لم نتلمسه بالطبقة الجديدة التي نطالع صورها وأسماءها في مواقع التواصل، باستثناء تلك التي عارضت النظام قبل التغيير والتي لم تتمكن من بناء الدولة خلال المدة الماضية، بل كان فشلها ذريعاً، ولذلك أسباب شتى، منها ما يرتبط بمؤامرة دولية لتدمير العراق والحيلولة دون أي محاولة للنهوض من أصحاب النيات الصادقة، ومنها ما يرتبط بالطبقة السياسية نفسها وخبراتها المحدودة ورؤيتها الضيقة ورغبتها بالهيمنة على السلطة ووقوعها تحت تأثير قوى دولية وإقليمية وفساد بعض أركانها. ولا نستثني من هذه الطبقة أحد، لأن الجميع اشترك في العملية السياسية الهشة. لا يمكن لحلم التغيير أن يتحقق ما لم يتحلى القائمون به بثقافة مستنيرة، فأية ثقافة يمتلكها أولئك الذين اتخذوا من الطائفية سلماً للسلطة. يضيف الكاتب أن دولة لدينا مطاردة على الدوام، مرة تطاردها الطائفة وأخرى تطاردها العشيرة، وكان حراكنا السياسي يجري في مرحلة ما قبل الدولة. لا أدري ما شكل التغيير الذي يرفع رايته الذين يحشدون العشيرة ويفعلون قيمها البالية والنبيلة، أو الذين يجدون في السياسة لعبة وليس مصيرا للملايين، ولذلك أظن أن القادم ليس بأحسن من السابق، وهذا ليس تشاؤما وإنما معطيات الواقع توحي وتشف بذلك كما يرى الكاتب. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خرج كالعادة إلى وسائل الإعلام بموقف ذي طابع شخصي وانفعالي، فقرر نيابة عن العراق أن بلاده لن تسمح بتكرار الحماقات الأمريكية وأن هذه سياسات خرقاء. في اليوم نفسه الذي أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي عزمه النايب العراق عن تداعيات الأزمة الإقليمية، وأن العراق يدعو إلى الحلول السلمية اللازمة للأزمة والتركيز على محاربة تنظيم داعش، وهذا تناقض كبير بين الوزير ورئيس حكومته بحسب الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. من حق العراقيين التعبير عن عواطفهم وتقييماتهم وحتى انحيازاتهم لأطراف الأزمة، ومن حقهم أن يختلفوا في تعريف أسباب ما حدث وما يحدث، لكن ليس من حق وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن يفعل ذلك. ليس من حقه التحول من وزير إلى شاعر لكتابة قصائد هجاء، وليس من حقه التعامل مع الحدث بروح العرافة
الذي على العراقيين الاستماع إلى تنظيراته. كان على الجعفري كما أي وزير خارجية في العالم أن ينسق مع رئيس حكومته لاختيار موقف مناسب وانتقاء المصطلحات والكلمات التي سيقولها، وأن لا يتصرف كمالك حصري لجزيرة وزارة الخارجية العراقية، وأن يكتفي من إحراج العراقيين بمواقف وتقييمات شخصية، وهو من اختار بنفسه أن يمثلهم في الخارج. نفهم جيداً أن الجعفري يصل نهاية فترة وزارته، وأن تياره السياسي يخوض انتخابات على الأبواب، وأن أمل إعادة تسنمه منصب وزير الخارجية يكاد يكون معدوماً، لكن ذلك لا يعني أن يتصرف على طريقة المثل العراقي يا مغرب خرب، فثمة التزامات طويلة الأمد لأية دولة في العالم، وسياقات ولغة وأساليب للتعبير عن المواقف. يضيف الكاتب: ومع أن الموقف العراقي مع سائر الأزمات في المنطقة لم يخرج في أي مرحلة عن السياق العام للموقف الإيراني، فإن العبادي يجري اتهامه في نطاق الحملات الانتخابية المتفاقمة كرجل أمريكا في العراق، وهو الاتهام الذي يتحول إلى مادة انتخابية دسمة، لكنه في وجه آخر يشكل ضغطا متواصلا على سياسة العبادي. لكن قدرة العراقيين على إنتاج صوت عراقي خالص لا صدى لأصوات الجيران هي المادة الانتخابية الوحيدة الصالحة للتسويق كما يرى الكاتب. يعيش أساسة العراقيون اليوم هستيريا ضارية مع اقتراب الانتخابات، فالكل يسعى إلى الفوز بالمناصب، حيث اعتاد هؤلاء جميعا على خوض معترك انتخابات برلمانية من أجل المنافع والمصالح الذاتية والحزبية. العراق أمام قوى حزبية طائفية وميليشياوية وعشائرية وجهوية، ساهمت كلها في تفكيك المؤسسات وسحقها وجعلها تتوزع المناصب والوظائف فيما بينها. إنه أمام نوازع جشعة لأصحاب مصالح فئوية وشخصية غير نظيفة أبدا، أدت إلى انتشار الخراب والسرقات للمال العام والرشاوى. وكل الفساد الذي أمسى العراق الأول فيه عالميا، إنه أمام انقسام طائفي وتجرذم اجتماعي وصراع عرقي لم يعرفه تاريخ العراق سابقا بهذا النحو. بدأ المقال للكاتب سيار الجميل في صحيفة العرب الجديد. اليوم تسعى الطبقة الحاكمة نفسها وبمختلف الذرائع والوسائل إلى الوصول إلى السلطة أمام مشهد يشارك في تمثيليته شعب العراق، الذي يبدو أنه لم يتعلم شيئا من تجاربه التي مرت عليه خلال 12 سنة مضت. وإذا كان بعضهم ينادي اليوم بمقاطعة الانتخابات، فهو ينفخ في قربة مقطوعة، لأن كل الأمور تسير لصالح تكتلات حيتان فساد احتكرت السلطة والنفوذ والمال. أسفا على العراق، تحكمه حيتان فاسدة وأسماك قرش مدمرة، وإن المقاطعة المزعومة لا تشكلها إرادة شعبية واسعة، لم تدعمها أي مؤسسة دينية متنفذة، ولم تسندها قوى لها سيطرتها وهيمنتها. وعليه تتمثل المشكلة بتغلغل الحيتان في أعماق المجتمع، إذ عملت هذه على شراء الذمم بوسائل قذرة استثمرت أموال الفساد السياسي لغسل أدمغة ملايين العراقيين رفقة قانون سانت ليغو 1.7، والالتفافات التي جرت عند تشكيل مفوضية الانتخابات الراضخة للأحزاب الفاسدة وقمعها الإرادة السياسية المخالفة، فضلاً عن استخدام المقود الطائفي للسفينة والذي يمكن تحريكه ضمن اتجاهات معينة، خصوصاً أن قبطان السفينة غدا متمرساً في لعبته القذرة وهو ينفق من المال المنهوب. يضيف الكاتب: مضت سنوات طوال وبعض العراقيين ينادون بالإصلاح السياسي ويطالبون بتغيير أساليب الانتخابات ويقترحون على الحكومة معالجة أمر الفاسدين بيد من حديد، كما انتقدت هلامية الأحزاب العراقية المؤسسة على أسس طائفية ودينية، لكن
لا من مسامع أو لا من سامع ولا من مجيب، وعليه العراقيون مقبلون على مرحلة تاريخية صعبة جدا، ذلك أن الحيتان المفترسة الجديدة لا يمكن أبدا أن تغير النظام ولا أساليبه ولا ممارساته التي استشرت قوة مهما كانت مقاعدها في البرلمان، فهي قادمة هذه المرة من أجل اكتناز الملايين، وسيبقى الفساد مستشريا في الحكم والسلطة كما يرى الكاتب. يتساءل الكاتب خير الله في مقال بصحيفة العرب اللندنية، هل المشكلة في السلاح الكيميائي الذي يمتلكه النظام السوري أم في مكان آخر؟ ما الفرق بين قتل السوريين بالسلاح الكيميائي وقتلهم بواسطة البراميل المتفجرة؟ هل الموت بالسلاح الكيميائي مختلف عن الموت بالبرميل المتفجر أو قذائف المدفعية أو القنص؟ لا يختزل السلاح الكيميائي الأزمة السورية، من الواضح أن النظام لا يكون قادرا في المرحلة المقبلة على استخدام السلاح الكيميائي، لكن ذلك لا يمنعه من متابعة تهجير السوريين من أرضهم خدمة لهدف إيراني محدد. لم يكن الموضوع موضوع تغيير للنظام على حد تعبير ماي. يؤكد هذا الكلام أن الضربة كانت ذات طابع تجميلي لصورتي ترامب وماي في واشنطن ولندن، فيما لدى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون هم من نوع آخر، هو الرغبة في العودة إلى الشرق الأوسط ولعب دور فاعل فيه من البوابة السورية. في النهاية، هل كانت الضربة الأمريكية المنتظرة التي شاركت فيها فرنسا وبريطانيا للاستهلاك الداخلي خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا؟ في الولايات المتحدة هناك حاجة لدى الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاد التركيز على مشاكله الداخلية، وفي بريطانيا تحتاج رئيسة الوزراء في كل يوم إلى إظهار أنها شخصية قوية قادرة على البقاء في الموقع الذي تشغله منذ استقالة ديفيد كاميرون الذي أورثها الكارثة التي تسبب بها الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صيف العام 2016، أي ما يعرف ببريكست. يضيف الكاتب: سيتبين هل في استطاعة إيران من أجل ضمان وجودها في الجنوب السوري وفي لبنان تقديم الضمانات التي يريدها أو تريدها إسرائيل، وهي ضمانات مشابهة لما كان يقدمه النظام السوري في عهدي الأسد الأب والأسد الابن. لكن ماذا عن النجاح السياسي للضربة؟ هل يمكن أن تغير شيئا في سوريا باستثناء لا لاستخدام السلاح الكيميائي بعد الآن؟ المؤسف أن ليس هناك ما يشير إلى أي تغيير على الأرض، لا لشيء سوى لأن مشكلة سوريا لم تكن يوما في السلاح الكيميائي كما يرى الكاتب. هل ستستمر الريادة الأمريكية بآسيا بعد ترامب؟ بهذا السؤال بدأ الكاتب الأمريكي والأستاذ في جامعة هارفارد جوزيف أي مقالته في موقع الجزيرة نت، مضيفا في الاجتماع الذي عقدته مؤخرا للجنة الثلاثية، وهي مجموعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين والأكاديميين، أعرب الكثيرون عن قلقهم من تراجع القيادة الأمريكية في آسيا. وعلاوة على ذلك، تقيم جميع البلدان الآسيوية علاقات تجارية مع الصين أكثر من الولايات المتحدة وغالبا بهامش مضاعف، وقد زاد حدة التوتر قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم وازدراءه بالمؤسسات المتعددة الأطراف، والسؤال الذي يطرحه كثيرون في سنغافورة: هل ستنجح القيادة الأمريكية في آسيا خلال سنوات ترامب؟ تتمثل الميزة الأولى في الديموغرافيا، فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة تعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي يتوقع أن تسهم في نمو السكان العالمي بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تعطي الصين وهي البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان الصدارة السكانية للهند. وتكمن الميزة الثانية في الطاقة، فقبل 10 سنوات بدت الولايات المتحدة معتمدة بشكل ميؤوس من على الطاقة المستوردة، ثم حولتها الثورة الصخرية من مستورد إلى مصدر للطاقة. وقد تكون أمريكا الشمالية مكتفية ذاتيا في العقد القادم عندما ستصبح الصين أكثر اعتمادا على واردات الطاقة.
وتعد التكنولوجيا الميزة الثالثة للولايات المتحدة، فمن بين التكنولوجيات التي ستنقل السلطة في هذا القرن التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، والجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ووفقاً لمعظم الخبراء، فإنه بينما تتحسن قدرة الصين، تظل الولايات المتحدة الرائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير والتداول التجاري لهذه التقنيات. ويضيف الكاتب: تتمتع الولايات المتحدة بمزايا جغرافية تفتقر إليها الصين، فالولايات المتحدة محاطة بالمحيطات، لا تزال كندا والمكسيك صديقتين رغم سياسة ترامب الخاطئة والمتمثلة في تقويض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ومن ناحية أخرى، لدى الصين حدود مع 14 بلداً ومنازعات إقليمية مع أهمها مثل الهند واليابان وفيتنام. تقع قرية ساغادا النائية في جبال كوردليرا الوسطى في شمال لوزون، أكبر جزيرة في الفلبين والأضخم في تعدادها السكاني، على بعد 8 ساعات ونصف من مطار مانيلا. وفي طقوس يعتقد أنها تعود إلى 2000 عام، يضع شعب الأوغوروت موتاهم في توابيت منحوتة باليد ومثبتة على سفح جرف عال فوق الأرض أو تتدلى منه، ويعتقد أن هذه المقبرة تجعل الموتى أقرب إلى أرواح آبائهم. وبشكل تقليدي يقوم الكبار في السن بصناعة توابيتهم من الخشب المحلي ويكتبون أسماءهم على جانبها، وقبل وضع الجثمان في التابوت يتم وضعه على كرسي الموت الخشبي. طبعا تغطى بأوراق الأشجار والكروم وبطانية، وبعدها يتم تدخين الجثمان لتأخير تحلله، حيث يقوم الأقارب بالحداد عليه عدة أيام. والآن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع الكاريكاتير. وفي الختام مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.